يقول في السؤال الثاني: بين أداء العمرة وقت محدد، هل يجوز بعد انتهاء العمرة الأولى أن آتي بعمرة ثانية لأحد أقاربي؟ لا نرى أن هذا من السنة، بل هو من البدعة، أن الإنسان إذا أنهى العمرة التي أتى بها حين قدومه أن يذهب إلى التنعيم فيأتي بعمرة أخرى، فإن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، فقد مكث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه في مكة عام الفتح 19 يوما لم يخرج أحد منهم إلى التنعيم ليأتي بعمرة، وكذلك في عمرة القضاء أتى بالعمرة التي أتى بها حين قدم ولم يعد العمرة مرة ثانية من التنعيم. وعلى هذا فلا يسن للإنسان إذا أنهى عمرته التي قدم بها أن يخرج إلى التنعيم ليأتي بعمرة، لا لنفسه ولا لغيره، وإذا كان يحب أن ينفع غيره فليدعو له، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. لم يقل أو ولد صالح يأتي له بعمرة أو يصوم أو يصلي أو يقرأ، فدل ذلك على أن الدعاء أفضل من الأعمال الصالحة التي يهديها الإنسان إلى الميت. فإن كان لا بد أن يفعل ويهدي لميته شيء من الأعمال الصالحة فليطوف بالبيت، وطوافه بالبيت لهذا القريب أفضل من خروجه إلى التنعيم ليأتي له بعمرة، لأن الطواف بالبيت مشروع كل وقت، وأما الإتيان بالعمرة فإنما هو للقادم إلى مكة وليس للذي في مكة يخرج ثم يأتي بالعمرة من التنعيم. فإن قال قائل: ما الجواب عن قصة عائشة رضي الله عنها حيث أذن لها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تذهب وتأتي بعمرة بعد انقضاء الحج؟ قلنا الجواب عن ذلك أن عائشة رضي الله عنها حين قدمت مكة كانت قد أحرمت بعمرة، ولكنه أتاها الحيض في أثناء الطريق ولم تتمكن من إنهاء عمرتها، فأمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تحرم بالحج لتكون قارنة، ففعلت. فلما أنهت الحج طلبت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تأتي بعمرة مستقلة كما أتى بها زوجاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الحج، فأذن لها. ومع ذلك كان معها أخوها عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما، ولم يأتي هو بعمرة مع أن الأمر متيسر، ولم يرشده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ذلك. فإذا وجد حال كحال عائشة رضي الله عنها قلنا لا حرج أن تخرج المرأة من مكة إلى التنعيم لتأتي بعمرة، وفيما عدا ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يخرج من مكة ليأتي بعمرة من التنعيم، لا هو ولا أصحابه فيما نعلم. جزاكم الله خيراً.